دلوقتي معايا لقاء مهم جدا لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، المستشار احمد مرسي رئيس اللجنه القضائيه العليا المشرفه على انتخابات النادي الاهلي. برحب بك يا سياده المستشار، وبنشكر يعني القضاه ووزاره العدل والنيابه الاداريه وكل القائمين على هذا العمل، لكن نعرف من حضرتك الاجراءات والامور الميسره ازاي لعضو النادي الاهلي والتصويت على يوم واحد ولا يومين عشان يبقى في حاله، ما يكونش في حاله بلبله وكل الناس بتتابعنا وتشوفنا عشان الناس تنزل وتشارك في انتخابات النادي الاهلي. خالص التحيه لجماهير النادي الاهلي، وانا باكد على ان احنا بقالنا اسبوع بنعمل تنظيم ولدرجه المحاضر الرسميه عشان نضبط العمليه وما يبقاش فيها اي اختلافات او خلاف. والحقيقه كان في تعاون كبير جدا من القائمتين، وفي حضور القائمتين تم حسم مسائل مهمه جدا، لكن اللي يعني الجمعيه العموميه ان التصويت على يوم واحد وفقا للائحه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء. رجاء اللي ليه حق الإدلاء بالصوت يراعي كارنيه 2017 مدعم ببطاقة الرقم القومي، وده المسألة والله يعني تتاخد بمفهوم ضمان الصوت، ضمان حق المرشح انه يطمئن، وضمان لعضو الجمعيه العموميه انه يتاكد ان الاجراءات كلها بتتم لصالحه، بتتم حمايه لرايه، وبالتالي ارجو المعاونه والعلم التام بهذه الاجراءات قبل الدخول. عضو النادي اللي سدد الاشتراك قبل الميعاد ب 15 يوم لكن لم يتحصل على الكارنيه، لان ممكن يكون في اعضاء في التوقيت الحالي لسه في البيت منتظرين ينزلوا لكن مش معاه الكارنيه لكن سدد ومعاه الايصال، يقدر يشارك؟ اللائحه للاسف شديد هي مش عاطيانا رفاهيه في الاختيار، لان اشترطت وجود كارنيه 2017. ودي مساله انا كعضو او رئيس لجنه عامه ومسؤول عن التنظيم، انا ما اقدرش اخالف اللائحه تحت اي بند. الفرز هيتم مباشره بعد نهايه التصويت الساعه 7، ولو في عدد كبير جوه الخيمه الوضع يبقى ايه؟ احنا طبعا اللائحه ما عالجتش المساله ديت، لكن احنا برضو في الجانب الاخر بنحاول يعني نتفهم الموقف، اللي حضر هيحترم، هنغلق الخيمه على اللي موجودين فيها الساعه 7 ويستمر التصويت الى نهايه اخر فرض. بشكل عام العدد كبير والناس يعني الناس موجوده بشكل مكثف جدا، كنت اتوقع الكثافه دي في اول ساعه وانتم بتحضروا حتى كمان قبل البدايه؟ طبعا انا كنت اتوقع الزحام، النادي الاهلي كيان كبير بغض النظر عن، انا بس بدي الامان لجماهير النادي الاهلي، انا راجل اتحداوي يعني مش ماليش مصلحه. فاللي بقوله ان انا متوقع ان تحضر الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وحرصهم على مصلحه ناديهم، انا متوقع ان ممكن نصل لرقم مهم جدا اعتقد في معادله الجمعيات العموميه على مستوى النوادي. يعني عمليه الفرز هتشتغل ازاي بعد انتهاء عمليه التصويت والانتخابات؟ وهل يجوز لكل قاضي على كل لجنه ان يعلن نتيجه لجنته لوسائل الاعلام قبل ما توصل النتيجه النهائيه او قبل ما يوصل للعدد النهائي لل 126 لجنه؟ لا، هو نتفق ان الفرز، وده عمليه مكرره في كل النوادي وفي مجلس الشعب وكل حاجه، ان العضو الزميل عضو الهيئه القضائيه هيتولى فرز صندوقه وهو قاعد تحت الرقابة من المندوبين اللي حددوا كل مرشح اللي مصرح لهم بالحضور، بالإضافة إلى أن الإعلان الرسمي لن يتم إلا من خلال منصة اللجنة العليا، وبالتحديد أنا يعني مش حد تاني. توفيق يا فندم، وإن شاء الله تكون النتيجة مبكرا بإذن الله. مناشدة بس أرجو من السادة أعضاء الجمعية العمومية مساعدة اللجنة القضائية، لأن إحنا بنجد صعوبة جداً في الاستجابة السريعة، الأمور لازم تكون هو جاي النادي وهو عارف هو بيعمل إيه بالظبط، يدلب صوته ويتفضل بره، يدي فرصة لغيره، الزحام المنتظر في الساعات القادمة مش هيستحمل إلا الاستجابة السريعة للتعليمات. توفيق يا سيادة المستشار. شكرا. شكرا جزيلا. زي ما خدنا رأي أعضاء الجمعية العمومية وسيادة المستشار أحمد مرسي رئيس اللجنة القضائية.